فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أقرضت شخصا قبل سنتين 100,000 ليرة سورية، ولما حان السداد في هذه الأيام كانت العملة قد نزلت إلى النصف تقريبا. سؤاله: هل يرد لي الدين بقيمته يوم القرض أو يوم السداد؟ حيث إنه إذا سدد، ما دام لم تسقط العملة، ما دامت العملة لم تسقط يتعامل بها فيسدد بها، وأما إذا سقطت وصار ما يتعامل بها فيسدد يوم يأخذ، يسدد على حسب يوم يأخذ. نعم.